بدأ عبد الفتاح محمد صاحب 30 عاما مشروعه الخاص في مجال بيع الملابس الجاهزة للأطفال عام 2012 بمحافظة جنوب سيناء بقرض قيمته 100,000 جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لكن استطاع بجهده وحبه للعمل توسيع نشاطه التجاري ورأس ماله من خلال قروض أخرى على مراحل مختلفة. وأخذت 4 مرات قروض. مراحل تطوير المشروع، أنا أول مرة خدت قرض 100,000، عملت محل تقريبا كانت مساحته 5×6. بعد سنتين أخدت كمان 100، كبرت المحل ووسعته، بقى في الدور الأول مساحته تقريبا تتعدى 100 متر. الأول كان مرحلة ببيهات بس من يوم ل5 سنين. تطوير المشروع ان هو دلوقتي ان هو في المرحلة الثانية، بدأ من عمر يوم لعمر 16 سنة. أخذت قرض المرة الثالثة، وسعت في مجالات المشروع أكبر وكبرت، بقى عندي كل مستلزمات الطفل من عمر يوم ل16 سنة بكل مشتملاته، وأصبحنا من المحلات المميزة جدا في مدينة تورسينا. الرابع قرض أخدته، فتحت الدور الثاني في المحل، وكمان دخلت الملابس الحريمي الكاجوال والعبايات الخليجي. المشروع الخاص بملابس السيدات والأطفال وفر فرص عمل وخاصة للإناث بطور سيناء. لأي بنت مثلا عايزة تشتغل، أي سيدة مثلا قاعدة في البيت ممكن تنزل تشتغل، وطبعا كلنا هنا بنبقى موجودين أسرة مع بعض، يعني كأننا أخوات. يعني أنا كنت باجي هنا أشتري عبايات مناسبات، ففي مرة وسعوا المحل وكبروه، فعرضت عليهم إن أنا أشتغل معاهم وهم وافقوا، وأنا بقالي هنا تقريبا سنتين. واحنا هنا كلنا واحد، ما فيش فرق بين حد شغال وصاحب المحل. خطوات عبد الفتاح التي بدأت بمحل صغير للملابس حتى أصبح مالكا لمركز تجاري زادت من طموحه أن يؤسس مصنعا للملابس بخامات مصرية خالصة، أملا في صنع علامة تجارية خاصة به تصدر لأسواق عالمية.